كي دايره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي دايره انت؟ لاباس عليك. فين غبرتي؟ راكي عارفه غير مع الخدمه. والله الا توحشتكم، راه 3 سنين هادي ما جيتش. ويا راه غبره هادي، ويا الله نطلعوا للدار الواد. والله الا توحشات كتسنى فيك. صراحه انا توحشه. حاجه نقول لك، داك البنت والولد كيبانوا ليا من الصغر مع بعضياتهم، واش صاحبتهم ولا اختهم؟ ايه على داك البنت والولد، عرفتي دوك الجوج فين تبان شي قيس وليلى ولا روميو وجولييت؟ كيفاش؟ من نهار حلو عينيهم هما بجوج، ما عمرهم ما خانوا بعضياتهم. عرفتي بيناتهم واحد الحب اللي زوين وبزاف. والله الصراحه الله يخليهم بعضياتهم وسعداتهم. ويا الله نمشيو نتعطلنا على خالتي. ايوا باش نتكيسو على الجويب، باش نجمعو الفلوس ونوليو في دار وحده ان شاء الله. مرحبا سيدي، شنو في الخبر؟ شي كافي كريم اخويا. عافاك اخويا، واحد بورا بورا معاك. هي الاولى سي انس. شكرا. ايوا حموضه بابا تقاد تقاد. علاش؟ بابا تقاد، بغيت نصورها في الفيديو. شوفوا هاد الفيديو. المهم هاد الفيديو هذا بغيت نقولك فيه كنبغيك بزاف وان شاء الله. حتى انا كنبغيك. ان شاء الله الا كتاب تزوجنا ناس بنادم كاع اللي ما كانش تايق فينا يشوف هذا الفيديو ولا ما كتبش. لا مش كملي هذا الانكشافش، ما كايناش كان غنتقاطع على ولدي. مرحبا بك جنة اختي، انت لاباس؟ هانيه الحمد لله بخير. يسول فيك الخير. الحمد لله، هذاك الشيء اللي بغينا. وفين هي صفاء؟ ما بانش ليا. وفين هي صفاء؟ راه تكون مع داك خينا عاوتاني. باقا مع داك خينا مركبي؟ وييه راه باقا معاه، انا بعدا ما بقيتش كنحملو. وصبر يا اختي ودعينيهم بالخير، الله يكمل عليهم. واش من الله يكمل عليهم بالخير؟ الله يشتي لهم الشمل. اش هادشي كتقولي؟ انا على الشيطان. المهم صافا انا خصني نمشي للخدمه، راه تعرف تعطلت. المهم انت الولد مرسياني. دي لي حرام سيطا وغلبل، ودي لها جوج خبزات، وخذي معك الاماشي راه توكينا. عرفت؟ بحال نسيتيني لنا؟ انت على كلشي ديالك ارحم. يا ربي. فين اخويا؟ كي داير؟ هانيه مغبورات هادي مسخوطه وليدي. على الخدمه اخويا سير وصافي. والله الا على الخدمه وصافي. هي شي شركه داير عفريت غاب مغبرك علينا. شمن شركه اخويا؟ تعينا ندفعوا للشركه حتى وحده بقى ما عيطات. تنديباني عند واحد مول الحوايج وصافي. وايلي كتنز عليا دابا اناس اناس القراي ديال القسم خدام في بوتيك الحوايج. ايوا شي لعط الله اخويا، تعينا ما نلقاو في الخام، ما عندك ما دير، خاص تنديباني وصافي. والله الا الدنيا ما مفهوماش اصاحبي. تخيل ايوب. شكون ايوب؟ ايوب شكامبه اللي كان قاعد معانا. وهذاك عرفتي فين خدام ولا؟ خدام في واحد لوزين، راه هو اللي هو البرادر هو ديال الشاف ديالو. تبارك شو الدنيا كنهضر في القسم. فلوس فلوس كتهضر، لا عندك الكليان تخدم في الدوله. فلوس والمعارف اخويا. ما عندكش حياة. شوف الحياة ما كتوقف على حتى شي واحد، دابا جاب الله تيسير. ما قالكش حنا دافعين باش نتمناو الخير خويا ياسين، ما جالسينش في الدار تنشكي مقاتلين خدامين، تيسير ربي. وانت قلبك زوين. فهمتي ان شاء الله ربي ما يخيبكش. لا لا يختك مو خويا ياسين باش ما تعطلش على المعلم، نخليك صافي خويا. سير الله يسالك. لا لا يختك خويا العزيز، شايف فاسك. وحالي حالي مسكين طريف الدري هذا. الله يسهل عليا. شكون؟ اهلا بنتي. كي دايره لاباس؟ دايره بخير؟ بخير الحمد لله. كي دايره ماماك؟ لاباس عليها بنتي؟ الحمد لله ماما تيسولفك الخير. عاوتاني سخاك العفريت؟ ماشي مشكلة أمي الزاهية، راكي عارفة خدام. إيه كدافع عليه. ضروري أمي الزاهية، المهم ما كيفاش ما نتعطلش على ماما. باي باي، تهلا في راسك. يا ربي تخليهم بعضياتهم، يا ربي تسهل عليك. أهلا سي روميو، وأخيرا. والمعلم، راك عارف بلا ما نحتاج نقول لك. قبل ما تقول انا عارف اللي كاين، عارف الدري اللي معطلك ديما. ايوا دابا الحب. الله الله على الحب، وقلت قلت قابل باش نمشي للدار. اسي يكون انا المعلم ما تجيش الليل. جيتي العاشقه الاول هنا؟ جيت ماما. اويلي اويلي تابع لي غير الخوال خاوي.
أميرة أختي شوفي شنو جبت لي. نودي نودي بارك من الناس نودي. شكرا أختي. وخمشي أنا اللي جبت لك رصيفتو لك أخوك أنس. يلا نودي حبيبتي. صح فخبارك أنس عزيز عليا بزاف. حتى أنت يا عزيز عليه بزاف. الله يخليكم بعضياتكم. أمين حبيبتي. مالك يا صاحبتي مضمرة؟ لهنا يوريك اختي مالي. شو داك ولد حرام 4 سنين وانا معاه في الاخر شوف اش ناض مشى خاني. تتي الرجال كلهم بحال بحال ما تقوليش بحال هكا. شوفي انس وصفاء من صغرهم هما مع بعضياتهم حتى واحد فيهم ما فكر يخون الاخر. ولكن راه بنادم طوب وحجر. شوف راه دابا راه فهاد الزمان حتى البنات ولاو كيخونوا. الحمد لله انا مهنيه من هادشي. تتي وا دايره بحال عزري الدوار. نوضي نوضي اختي نمشيو بحالنا نوضي. على الأنس الحمقى هذي عاوتها يعني بين حلمة شي حلمة. ألو صافا اسمح لي وقيلة في أختك بكري. لا مش مشكلة حماقة ما كيك ما حلمتش شي حلمة. لا لا ما حلمت لا حلمه خايبه لا والو. الصباح طايح ليا المورال مع الصبا ومخربقه وبغيت نخرج. واخا لا لا نخرجوا علاش لا. انا نهضر مع يونس باش ما نخدمش اليوم وداك المورال غنطلعوا بابا. المهم انت لبسي حوايجك انا نلبس ونتلاقى وحده بخو صافي. صافي هاك بيده ديالي شكرا. حنا حنا بيناتنا شكرا يا الحمق يا نسين واش دراس. ميوكو بيل يا وارا انا يا فشكل واللي تبعنا غادي يبل يبل والله تبل. ما حدكم توما حدينا واحنا ربي حاطينا الحب هو اللي بنا وانتو مش بغيتو فينا عديانا. قولوا لي ملكم شاكم لحسد ولا احتاجاكم خليونا عايشين عفاكم انين وانتو مشنو لكم. كلشي غيمشي كلشي غيفوت غنبقى وانا وياك حتى الموت ان شاء الله. نولدو شي كتكوت وشي بنية تكون كيوت بحلمها. كلشي غيفوت غنبقى وانا وياك حتى الموت ان شاء الله. نولدو شي كتكوت وشي بنية تكون كيوت بحلمها بحلمها بحلمها. نسمي اسمي اللي بغيت اما بحلمها. مفامي كاملة عرفوها وقع الناس معي شافوها. كيقولوا غي خليها غنحنتهم بربي تنديها الوليدة عليها رضات بغيتها ليا وليا. سمعي قلت لك ديك صوفيا بعدي منا ما كيصاحبش لا والو. سالينا دابا المورا مابقاش طايح. مابقاش طايح دابا بخير وهكاك الله يعاوتك. مال بلاش نجي فين غادي بقيتش تحمقيني. مالك اخويا ماشي وجه ولادي عشيت قد دبنت في الزنقه. كانت اختك كانت صاحبتك كانت مرتك سيو تشال الضاح ولا داكشي بيناتكم بلاش هو امام المال. ماشي كلشي كيشحال بالعنف عشيه وي قهراتني تنقول بعدي من واحد باش ما بغاش يبعد منه وديما المشاكل انوي وما تنتقاداوش اخويا الساعات ولا خويا عادك ولكن ما كاينش علاقه ما فيهاش المشاكل. رايش انا الدويه ديالي ديما انا وياه في المشاكل ولكن عادي هادشي خاصك تولفو خاص اي مشكل وقع تجلس انت وياه وتحلوه بالعقل ماشي تحلوه بالعنف. حيت الا دويتي معاه بالعقل غتبعد على داك المشكل. اما لا طابشي ما خاصش حتى شي حاجه البنات راسهم قاصح. سمعتي كيف قالك الدري المشاكل كيتحلوا بالعقل ماشي بالضرب. صافي اختي تفوت الغضب بيناتكم من على الشيطان. صافي شي سمحوا لي نكملوا بحالنا. مالهم والو صافي يلا نمشي 56. المهم خي عبد هاي البيس ديالك هي هذه. الله يحفظك خويا انس ان شاء الله يجي فيا هذه المره هذه. ويلي حنا باش نجيبوا البيس العيان خي عبد الله يعاود ليك انا. المهم السيمانه الجايه ندخلوا واحد السلعه مليحه من برا تجي تدوز والنمره عندك.
وعيطت لي هي ديك ما عيطتش لي بقات تقليد خي انس الله هو اللي نساك مرحبا خويا عبد الشريف فاسك الله يحفظك ويسالي شو هادي عوشين على تصويها حاطة ما فهمش مال هاد الايام تبدلات ولا اش كدير في العالم الزق مسيف عليها الو انس اش من انس ولا الزمر شديك تصويها عوشين حاطة في الانستغرام انا مالي هاد التصويرة شنو فيها انا ما فيها حتى شي حاجة عجبتني وحطيتها واش منيتك ما فيها والو ياك ديما صافا كنقول لكم تبقاش حاطه بحال داك اللباس تا عندي يا انس كاع صحاباتي كيلبسوا بحال هكا وشوفي ما تحمقينيش يلبسوا اللي بغاو انا ما عنديش عادي اصلا هاد الايام انت غادي وكتبدلي ما فهمتكش فاش تبدلت انس سويلي ام الفغي كتخرجي لحالك اش تقوليها ليا البارح راك خرجتي مع شامه وحتى رجعتي عاد تفكرتي اش تقوليها ليا انس راك وليتي كتزيد فيه اكثر من القياس ما لاحظتيهاش اها وليت كنزيد فيه وليتي كتهضري معايا بهاد لافاسون وعرفتي بنت الناس انا نخليك في راحتك وتي حتى راجعي راسك مزيان وديك الساعه نتفاهموا اوكي صافي اللي بان لك انس يلا بسلامه الله يعاون وليتي يجيو بكري للمحل وييه انت تشوف انت دابا اللي وليتي كتجي مع الطلال المعلم انت باين ساليت مع البنت اللي كنتي معاها عليها وليتي تجي بكري لا ما ساليتش معاها ما والو غايه مناقرين هاد الايام شويه الله يخليكم ديما مناقرين لا المعلم لا تدعيش شوف هاد الايام تمشي معايا لطنجة هذا خلا شي ستوك ديال السلع جديد وصافي مشيو المعلم نيش باغي نفوز شويه ونيت تشوف شي شماليه لا المعلم مش من شماليه الله يخلي لنا حب يبارك عليا قالك الحب الله يمسخك شكون سلام خالتي كي داير لاباس عليك فين يا واحد صافا راه يا بنتي سد عليها في البيت ما بقات كتاكل ما كتشرب 3 ايام يدوي عطيها غير لبكا صافي خالتي انا نشوف معاك زيدي ما كنتي دايره في راسك هاد الحاله عمرك انت لي اختي عمرني ما دويت انا وانس 3 ايام صافي صاحبتي راه ماشي اول مره كتخاصموا دابا ان شاء الله ترجعوا غير صبري ان شاء الله صاحبتي كنتمنوا الخير صفا ماما اجي راه بغيتك نودي صاحبتي تكلمي ماماك اخ ماما بغيت نقول لك واحد جوج كلمات وانا ديك قصوحيت الراس ديالك خصك تحيديها شنو ماما عاوتاني في العرس ديال ساره شافتك جارتنا فاطمه وبغاتك الولدة ماما عاوتاني رجعنا لهذا الموضوع ديما كنقولها لك وغنعاود نقولها لك انا ما غنتزوجش بشي واحد من غير انس شنو غتربحي من داك انس ما عنده حتى شي مستقبل الاخر بدارو بطوموبيلته وبرزقه شنو بغيتي ماما شتي هادشي كامل دابا انت اللي كتقولي فيه ما كيهمنيش انا باغاه هو ويلي على باغاه هو عجبك داك الدوران ديالو في الزناقي والجرا ديال نهار كامل اها ماما عجبني الدوران معاه في الزناقي وعجبني الدوران معاه في الجرادي وحيتاش انا باغاه هو بغى نبقى ندور معاه في الزناقي شوفي انت ما بقاش تحمقيني غتختاري جوج حوايج يا انا يا هو بزاف ماما بزاف هادشي ديالك بزاف شتي الا ما تزوجتيش هاد المره تنسي بلي عندك امك ماما قالت لك ما غتزوجني ويلي صاحبتي ما تقوليهاش وانس لو ما كفاهاش هادشي باش زادت تكملتها لا قالت لك اختاري انا يا هو شكون هو هاد العرس هذا اللي قالت لك انا ما كنعرف واش قالت لك انا لما شافتني في العرس اللي داز عندنا في الحومه قالت لي عنده بروجيات ودار وطوموبيل ما فهمتش انا خليني ساكته صاحبتي واش بغيتيني نجي كنيسه ولا ننافقك كيفاش شوفي صاحبتي انا كنظن هاد السيده ضمني مع مستقبلك ماشي بحال انس انا صراحه ما عندو لا مستقبل حتى شي حاجه
ونزيد كاو ثاني شكون اللي ضمن لك بان انس ما غاديش يغدرك ولا ما غاديش يخونك ولا في الاخر يتزوج ويخليك انت تفطاي؟ لا انس ما يقدرش يديرها. وانت نودي يا صاحبتي من القلبه يسحبك هذا فيلم تركي ولا هندي، راه الواقع هذا رجال ما فيهم ثقه كله بحال بحال. والله اختي ما بقيت عارفه ما ندير، واش نرضي ماما ولا نرضي راسي؟ شنو عندي ما بقيت عارفه ما ندير. شوفي صاحبتي راه ممكنش تاخذي السخ ديال ماما كلا ود واحد ما ضمنش راسك معاه. صافي صاحبتي راه الزواج غير بالمكاتب، توكل على ماما. جينا ناكل الدجاج والحلو ونسقان خويا راه خونا دوس مع الطون والحراره الساع خويا بقى انت هنايا بلاستيك احسن منك هاجي بقى لي واحد كيك زوين وديال الشكوى ها هو شوف على مرحبا اللي تجوجتي وهاد الريكات معايا انت كلي
فين ابو سعدانيا؟ الحمد لله اخي زريق يشوف ومزيان اخوي سعد داكشي اللي بغيت لك وفي خبرتي يا صاحبي راه طرواجر مشك ليك من طايف انت والدري الفتاه يا صاحبي وبحال علمك الله اخوي سعد عامنا قاوين شويه وصافي عاد بازو صيفط ميساج شوف يا صاحبي ديما تدابزو باش تصالحو ميكي وطومي تجاري والله يدير لكم شي تاوي ديال الخير من عندي وامين يا ربي اخوي سعد واش شاف الدري ديالك مزيان هذيك اللي كنت ندوي عليها دابا شو شو هي هذيك واش صفاء تزوجها شي سعد واه اخويا هادشي فيسبوك ها هو شكون اللي حاطها صاحبتها اه اويلي يلا فيكم اهلياتهم فين راحت الشيقه تاع مولاي السلطان نحشكم بيس الله عليه دابا شنو بغيتي شنو دابا هبط دابا الكنازه ولا عبد اللي بغيتي في الدار لا خو سعد من ادم هو اختار تزوج الله يسهل وكاين دير في بالك هاد البنت الطول ايام شهر شهرين غتصون عشان ما غتسد دابا التعامل تنعامل اخي سعد عما غتلقى شي واحد يعاملها هاني نخليك اخوي سعد لا خليني صافي يا اخوي سعد صحتك عمري العشق جديد انتي تزوجتي وانا طحت وريت كي درتي باش نسيني لا عندك عفسة وريني مهما انتي ضريتيني تمنيت لك غير الخير وصلني اخبارك ما امنت عين درت هالظروف عارفك تبغيني والله غالب ملومك ما تلوميني ومسامحك مهما دريتيني انا عارفك غايه وتعرفيني تمنيت لك غير الخير غادي نصبر ما عندي ما ادير فرقك دمرني الله يجيب الخير فكيت من قلبي وشي نسيني نعشق فيك ويلي ويلي اني مهبول هبلتيني تمنيت لك غير الخير هذا اللي باغي نعرف حاجه وحده قوليلي شفتي روحك ما خممتي في حالي اللي بغيتي شوفي واخا كيضحكوا على العلاقه اللي بيناتنا انا غنبقى معاك حتى غنكبروا وغنتزوج وغنسكتهم كامل انا ما عمرني ما غنكون غنبقى معاك حتى الاخر يلا نمشي معاك ميمشي باش بكيش عبت علاش واقع لياتش حيش انا ولد الشعب حيش بوا مات وانا صغير ومولادهم قراهم فلوس خصو عليهم مواجعات وانا تنقى وتنخدم هو خاكي جبش بحالهم فاش بغينا ندخلو المدارس ومبواجهم عندهم معرفة دخلوهم وانا ما دخلتش فاش بغينا الخدمة بواجهم خدمو وانا ما عنديش بوا مغوش يخدموني وحتى لما نجيش انا بغير موي زوجات واحد عنده الفلوس شنو ذنبي ويجي مني يجي حتى مغير الصعب وكين ديرا قلبي ننسى عفسة مصيبة أمي انتي غير يديها قصي بالعرس أمي انتي غير حرقي خيتي من الخطبة الأمي ما غير خبي مشيت اللي كنت تسميها بنتي ضحكتي في وجهي وقالت لي اسقولي انتي احكي يا اختي ضحكي مكرهتش الخطفك وانتي ديالي وحدي وديجا قلت يا فمك واليوم افلح منك وي كرهت نار عرفتك آه اخويا العزيز آه اخويا انس هاني اخويا
راه عاد عرفت اخويا البلا اللي وقع لك. والمهم الله يصبرك اخويا هادشي اللي غادي نقول لك. امين يا ربي اخويا امين. وشوف انا راح دبابكم هبط لعندي نمشيو نضربوا اليوم واحد السكره عالميه. عرفتي شنو اتنسى العالم يا اخويا. واش باغينا نزيد مشكل على مشكل؟ في عما الشهر كنحل انا حنا كاع نديرو شي ناس كامله ونسينا في ديك اللحظه. غنسى غير ديك اللحظه عما رجع عمو غادي يبقى حيت جرح كبير. وهادي عندك فيها الحق عسير. اصلا اخويا عمو نعصى ربي ندير شي حاجه لها عصى ربي باش نتسمى نسيت ولا هادي عادي. هادي الدنيا اللي مكتبها ربي محبابي. واش غنقول لك اخي هضرتك راه معقوله اخويا. وبسبب هاد الحب انا دمرني وخرج ليا على الحياه ديالي اخي. نكذب عليك حبينا وصلنا لواحد الدرجه اللي ما تتخايلش. ولكن اخويا راه ليلى يلاه ما بقاش معاه من اخويا. هادشي اللي غادي نقول لك. والله يدير شي هو الخير اخويا والله ياخذ الحق في اللي كان سبب. المهم نخليك اخويا العزيز مشي مرتاح شويه. وصافي اخويا سير. المهم كانت شي حاجه انا معاك انا اللي حاسس بك اخويا ما يحس بك حتى شي واحد اخر. وعارف اللي كاين ليلى عارف ليلى خطاك يا لا اخويا جلال لي فراسك. مازال اش عيشه ولدي داكشي اللي عشتو انا مازال ما عشتي دابا حتى شي حاجه. المهم الله يصبرك وصافي. شي حمقى مش نحملش انا هذا الهضره. عندك انت شي ناض زبلي معايا ما يجيش هاد النونا. كلفتي لي الامر ما بقيتش عارف من نبدا. ما حرمش عليك خليت حجات رباتك تبدا. قلنا علينا نوصلوا صبرنا وضربنا جبده. مبروك عيدهم وانا وانت هي بايش لفدا. رضيتيهم وسمحتي فيا وسمحتي فراسك. يا كنتي مو دباسي يا كان مو دباسك. مضيق عليا هاد البلاد اللي عزت فيا خيره. ومني زدت هجرتيني زادت ولات صغيره. غادي نقر وغادي نقول لك شدتني الغيره. عمري ما غدرتك امضاءك عندي بحسن السيره. لا انت لا هما لا هو ما عندكمش الحق. الا قالوا لك راه مرفح قولي الله يزيدو في الرزق. خليت لك قلبي مني نحسج بيا عندك دافي. عمرها طاحت لي في بالي غتشعلي فيه العوافي. بما كطيح في بالي باللي راكي مع واحد اخر. العافيه باش تحرق قلبي كتزيد الفاخر. برافو عليك وتصفيراتي زعمت وغامرتي. درتي الخاطر لجريكشك وانت دمرتي. حاسبك مدمره حيت انا وانت هي واحد. عرفك بقى كتبغيني واللي دوزنا الشاهد. عرف باللي ضغط خواتاتك ماشي انتيا. عرفك باللي تنتيا بحالي باغا تبخريه. غير الفرق اللي بيني وبينك كان الشات العزه. وانتي في حضان واحد غيري ضربها بنعزه. راه الضربات الصاروخ ماشي كيد القرطاسه. واللي بقى وحداني ماشي كل القالو ناسه. شوف عرفت انا شحال تجمع دار فلوس باش نشري السناسل. برافو عليك الهميله. هاكا انت الولد وانا متقاربه البنت وعندك تلفهم وما كنت هبيله. والله نمشي نخبيهم. باش نقولها مبروك الزوجة صافي الله يسهل عليها. علاه ولا كتقول بزاف؟ المهم هاد الفيديو هذا بغيت نقول لك فيه كنبغيك بزاف. وان شاء الله الا كتب تزوجنا بس بنادم كاع اللي ما كانش تايق فينا يشوف هاد الفيديو ولا ما كتبش. لا مش كملي هذا لا ما كتبش ما كايناش كان غنتقاطع على ودك. الله يكمل عليها والله يسهل عليها. اصلا انا ديك البنت ما تستاهلكش. انت يلا كنتي معاها الباح في عسل اليوم كدوريها في زهرها. انا صافي باغي نقول لك هادشي من شحال هذا ولكن يلا جبتها الفرصه. على نتوما البنات الله يتعالى. اصلا تستاهل شي وحده بحالك. تستاهلني شي وحده بحالك؟ انا بنت الناس دابش اكس على البنات. مابقيتش نعرف شي حاجه في حياتي تمشي البنات. اول تعيقتي سحرت ليك ما شد فيك بعدت عليك البنت اللي كتبغي وباقي ما بغيتيش تكون ليا. وصلنا شي السحور. مرضي الوالدي عمو غادي يشد في داك الشيء. وانت راك انت صاحبة البنت اللي كنبغي. الو عمي غادي نكون ليك. الله يعاونو بنت الناس الله يسهل عليك. سير الله ياخذ فيك الحق الله يلقيها ليك. يا اختي بقى فيا انس بزاف والله. تخيلي ديك العلاقه ديال الحب كامله ما كاينش اللي ما كيهضرش عليها عندنا كبير وصغير كلشي عارفه.
سالي في الاخر بحال هكا. شتي غنقول لك شتي داك البنت والله لا طفراتو. شوفي غير اختي سعاد 6 سنين وهي مجوجه غير كتلقى حدا شي ديسك ديال الحب كتفكر الحب ديالها الاول، وعاد هاد الشي راجلها كيتعامل معاها زوين. شتي اقسم بالله العلي العظيم ديك الدريه ما دارت فيها ما يصلا والله والله يدير لهم شي تاوان. خويا سينا هي البياسه ديالك هي هذيك. خويا انا بغيت نسولك وجاوبني بصراحه. مرحبا سول اخويا. شفتك اخي تبدلتي بزاف هاد الايامات، بقيتي كاع غادي تسربينا. ماشي قاديش مابقاش غادي نسابقكم اخويا سينا، ماشي انت اول واحد تيقول لي كاع الناس قالوا لي السيمانه. كان اخويا محطم من الداخل فهمتي، عندي شي مشاكل الموال طايح وما لي شي خلاوني ولا كنتعامل بحال هكا وصافي. واش غنقول لك اخويا انس الله يدير شي تاول بخير. امين. اللي ما عنده قليل عنده الكثير، اللي ما عنده كثير عنده القليل. الصبر اخويا وصافي والله يديها بها خير. الدنيا ما عليك ما عليك اخويا. زعما انت كنعرفو عليك انسان ضحوكي ومشوطي. ايوا ما كانش ديك الضحكه تاع وجعو لك هادشي اللي عطى الله اخويا العزيز. وسعت ولا المهم اخي انس خليت لك الراحه وما ديرش بالك اخويا. اسمح لي اخويا كاين شي تعامل ماشي هو هذاك. اسمح لي اي حاجه شوف حتى جيتيني في اي حاجه مرحبا. انت ما عارف شنو كاين. راك عزيز وغالي اخي انس. يلا خليت لك الراحه اخويا. سلام اخويا. توحشت انس. عيطيني. ما يبغيش يجاوبني. تي جاوبني يعايرني على داكشي اللي درت فيه. انس ماشي من داك النوع غير عيطيني. لا ندير في يد الله ونعيط له ونشوف شنو كاين. شكون تلفون ابني ما هو ماسك؟ الو؟ توحشت. توحشتيني؟ عاد فكرتيني دابا. انت عمرك اصلا ما مشيتي من بالي. هاد الزويجه اصلا انا ما عرفتش كيفاش درت تزوجت بها غير قيدوني وصافي. قيدوك؟ شي اللي كتبغي مقلبها بنت الناس عمرها كتقيد. ونهار كنتي قلتي على الواقع الزواج انت اللي سميتي عليها ماشي هما، وتما سالات الحكايه بيني انا وياك. انت اصلا اللي حبستي الهضره وخليتيني يعني كل ما حبستيش معايا الهضره كاع ما كان غيطرى هادشي كامل. انت قلتيها بنت الناس بفمك، قلتي حبس الهضره ما حبسش العلاقه. اما انت هادشي اللي زفتي حبس العلاقه ديالنا في خطر. وكتقولي خليتك، انا اليوم سالي باطن ما خاطب ما مصاحب ما مزوج. ما انت راكي تزوجتي بنت الناس، واي وحده كدير الظروف عفا غير كدابه وكانت غير كتمثل. حيت الحب ما فيهش الظروف، وكاين امثله كثيره في التاريخ ديال الحب. كاين قيس وليله رومي وجولييت. حيت اي انسان تيبغي شي حاجه كيتحدى الظروف كيف ما كانوا وكيوصل ليها. من الانسان اللي كيستسلم للظروف عفوا عمو بغى. اسمح لي يا انس عافاك. نسمح ليك؟ علاش نسمح لك يا بنت الناس؟ واش على الجرح اللي خليتي فيا؟ ولا على الوعود اللي خنتي؟ ولا على الكذوب اللي عايشيني فيه؟ بنت الناس سير الله يسهل عليك. شكرا بزاف على الايام الزوينه اللي دوزنا. وسمحي لي الا كنت غلطت معاك بشي حاجه. سلمي لي على راجلك بزاف. ونهار اللي ولدت ولادك وغادي تبغي تعاودي لهم ليستوار مش عاودياش كيف ما باغا انت هي. عاودي بلا فيريت ديالها. سير الله يعاونك. واخا زوجة والله ما تهنى I'm not afraid.
السلام عليكم الوالدة. صدق الله العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. كبقيت يا مهم شي شوية؟ وشوية وليدي الحمد لله، شفتك اليوم جيتي بكري. وغير موالا الوالدة طايح شوية وصافي، ونيت أصلا باغي نمشي للحمام. المهم هو التليفون هنايا، أنا نمشي نجمع حوايجي. يا ربي تسهل على وليدي يا ربي. شكون كيصوني؟ أنس؟ الو. السلام عليكم، معكم شركة إنيو أسيستونس. شركة؟ شنو شركة هذه؟ واش أنس زريقة هذا؟ واختي أنس زريقة هذا. المهم أخويا راك تقبلتي أنا في شركة وبالضغط لتحق البوست ديالك. بصح أختي بصح ما يقبلوني ولا كنبغي يقبلوني ولا كنبغي. يا لا لا يا لا لا خدم وليدي يا عفاك يجي عندي؟ وي مرحبا. وي اختي شيماء تكلمتي امين راه بغاك عنده في البيرو. داكو غنمشي عندو دابا. انس تفضل. السلام عليكم سي امين. عرفتي علاش عيطت عليك؟ كنت كنشوف لي ريزولطا ديالك ديال هاد الشهر وعجبتني الخدمة ديالك تبارك الله. ربي يخليك مسيو امين، هذا واجب عليا. وان شاء الله غادي نرقيوك في المنصب ديالك. شكرا بزاف مسيو امين، والله الا شرف ليا هذا. مرحبا، على الراس والعين، الناس اللي كتكون عندهم كفاءة عالية، هذا هو الجزاء ديالهم. كنتمناك التوفيق في المسيرة ديالك. لا لا يخطيك، ممكن نسولك واحد السؤال وما ديرش منك لا تصواب. مرحبا، تفضل. شنو هو السؤال ديالك؟ واش يمكن لي ناخذ كريدي؟ باغي ناخذ الوالده دويه نفرحها بها. مرحبا، ملي القضيه جات في الوالدين ماقدروش نخسروا لك خاطرك، على الراس والعين. شكرا بزاف مسيو امين، الله يخليك والديك حتى يا ربي لا يخطيك. فين اخويا حسن؟ اخويا انا يا بخا واد الله يحفظك. الله يكبر عليك. كي داير اصاحبي؟ احنا غبرتي اصاحبي، صيرت وقلب عليك انا بغيت نسول فيك كذا. خدمك الله يسهل عليك. امين يا ربي، والله الا وليت نجي من داك نطلع شي نعس اخويا. الله يشيل لي فيها وحق كذا انت الدريان. يا الله يبارك خير دمك. المهم انا عارفك باغي تخرج شحال من خرجتيها، هاك تبارك باش تخرج. سلف ولا عطيها ليا؟ لا كادو من عندك. سير اخويا انس الله يخليك لميمه، وسير الله يجوجك يا ربي يسقيك بحوت النبي، الله يعطيك شي حجه لميمه. قولوا امين. صافي المهم شي واجد واش دا وليدي، ولكن ما نمشيوش ديك الريستورا الغالية. شي غير عند شعيبة مول الحوت. وامي انت وحيدنا كاملة حنا شعيبة مول الحوت. ومالو باش عشنا بمعرب مول الحوت مال؟ شوفي مره فشحال غنمشيو واحد الريستورون، اصلا انا بغيت ندير لك الريستورون غادي نمشي واحد الغديوة واعرة وزوينة، وموها بغيت ندير لك واحد المفاجأة اللي غتعجبك بزاف. صافي ودير لي خطة المرة ومبارك من نقي وسيدي كثير. يا الله وليدي القهوة الصراحة زوين. والله قد شعرهم معطيهم الحوت شي عالم. مال؟ لا والو يلا مالكي شنو كاين؟ ما كاين والو هازمان عفاك يديني للدار دابا. راني خليتها لك أمانة تهلا فيها ويا ما تخبنهاش، هديك حبيبتي أنا ربي لي ما كتبهاش. راني
حار متمنيها انا ليا هديك لا بلو بيل استوار غابت معايا ما فرحت بيها. شوف اخي شرف جيب لي اغلى حاجه عندكم واغلى حاجه عندي في الدنيا. مرحبا سي انا جاتك غير خطك عليا وليدي ما ليش حال عندي منك امامتي ما يرضي عليك. صافي صاحبتي الوليده بقات شادان واجه صاحبتي عقلتي ديك الهضره اللي قلت لك ديك النهار اين هضره عقلتي ديك المره باش قلت لك راه الناس طوب وحجر وتر البنات راه ولاو كيخونوا علاش صاحبتي شكون اللي خان الاخر انا وصفاء اللي كانوا ديما كنهضروا عليهم وكانوا قدوه ديالنا مشات تزوجات وخلات ناري اختي في هالدنيا بقيتي تثقي في حد لا في الرجال لا في البنات لا لا يا اختي بلا ما تقولي هكا كاينين بنات الناس وكاينين ولاد الناس راه حنا ما عندنا زهر شوفي عندك تقولي لي شي مره ندخل في شي علاقه ولا في شي غلاس خليني مهنيه مخي من هاد الصداع الراس هاوي لا صاحبتي مالي حمقى ثاني يا اختي اعتزلت هاد الشيء ويلا يلا نمشي يلا انت غنعرف فين غادي بيا مش غادي بيا عندي صاحبك ولا شنو الوليده ما تكتيش عليا قوه الاسئله زيدي وغتعرف ديال الدفا كحل بدا علاش غندير انت تعرفينيش انا هاني سيدي زيدي تعب شويه عليك هذا فين غادي بيا تعرف وقفي ايه عمو يمشي ديالنا حققت لك الحلم الله يا ربي الله نصرف عليها مال الدنيا نعطيها عين وزيد الثانية الفرحة ديالها راه عندي كافية وش هنبغيها عندي غالية ضرب عليها تمر وهانية وخير موني هنا في العافية ونشوف الحنين عليا راضية انتي يا ماما جنة في الدنيا واحد بقى معايا غندير قالي في جدي باش نشوف امي فرحانه واحد دايا معايا ربي غيسهل خارج نجيب رزقي انا كملتي الرساله كبرتي الرجاله وجات ساعه نرد الامانه ما دربي الحساب انا راجل نشوفك انت يا مزيانه وشكون اللي صارت ليالي وبكات على حالي وشكون اللي رضى راس مالي انت يا ماما ديالي علاش هزيتي لي هذاك التليفون؟ علاش هزيتك هذا التليفون؟ ومازال زايدها بالهضره انت بعدا ماشي راجل ماشي راجل؟ لا ماشي راجل انت مرا بدا باش بغيتيني نقول لك مرا بالغداب اللي كتهضرني؟ ولا بغيتي باش بغيتيني نقول لك مرا كل نهار داخل عليا سكران؟ باش بغيتيني نقول لك مرا ما تقوليش سكران انا تنشط فرق بين تنشط وسكران تي زيرو شنو هو الفرق؟ عندك سكايري سكاير شنو هو الفرق من غير سكاير دابا شنو قلبتي في التليفون لقيتي ديك البنت هذيك البنت نشطت معاها انا صافي نشطت معاها بغيت نقدم مزاجي وانا نشط معاها كتقولها زعما مرتاح زعما ما خاصك حتى شي حاجه راك متزوج بيا كيفاش نشط معاها واش كتغوتي علاش علاش تخلي مع شي واحد اخر شوفي ما تبقايش تغوتي علي ما تبقايش تغوتي عليا تموت قال لي الطبيب وضع من الدم بزاف وخاصه دابا الدم ما عندنا منين نجيبوه ليها صافي صافي شوفي انت يا اميه انا غادي نجي دابا عندكم وان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير واخا شكرا بزاف انس
أميرة شنو واقع؟ هاي الطبيبة. السلام عليكم أخوي، واش نتا هو اللي غادي تبرع؟ واخشي هو أنا. إين فصل هاد الدم عندك؟ عندي أخشي أو بلوس، يمكن أن نعطي كل شيء، تجدي التحاليل ديال الدم. واخا تفكروا معنا. شكون هو هذا؟ ما عرفتوش، شي واحد واخا شاف البوست اللي حطينا وجاي تبرع الدم. أميرة قولي بوي. شكرا ماشي مشكلة خويا، واحد دقيقة عفاك. ما بخويا هادي باش دير بها طيب إليك تيقضى جاية تشري فلوس، أنا عمرك غتشريني فلوس. بسم الله. صباح الخير أمو يمشي. صباح الخير أوليدي. كيصباح شي أمو يمشي بخير؟ الحمد لله أوليدي. عندك تقول لي غادي مزروب، قلت ست تفطر معايا. لا لا، اليوم غنجلس نفطر معاك، قا هو بغيت نهضر معاك فواحد الموضوع. اما هو دابا ما يمشي عندنا الدار ديالنا الحمد لله، وتا الخدمه الحمد لله توصمش، عندي صالير زواول، بغيت نكمل ديني نزوج شي بنت الناس. ومرحبا وليدي، ملي بغيتي تكمل دينك شوف شي بنت الناس ونمشي معاك. نكذب عليك ما يمشي، ما بقى عندي جهد يلا نتعرف على شي بان شي راه نبغيها ونبدا داكشي من جديد. صافي هذاك السوجي دمرني، اللهم شوفيني انت شي حاجه على ذوقك. ومرحبا وليدي، في العشيه تكون عندك نجيبك زينه البنات. الله يخطيك امي انت. الله يرضى عليك وليدي. وخوي لي شي كاس اشاء. بسم الله. صفاء فقتي، صفاء عرفتي شكون اللي تبرع لك بالدم؟ شكون؟ أناس. شنو؟ قولي لي يا بنتي، واش قبل تزوج بهذا السيد على سنة الله ورسوله؟ موافقة سيدي. لا ما خدامش. هاك يا بنتي كتبي سميتك وسني. وقول لي يا ولدي، واش قبل تزوج بهذا السيد على سنة الله ورسوله؟ سيدي قابل. هاك يا ولدي كتب لي سميتك وكليتك تما وسيني. كمل بخير. هي دابا توكلوا على الله ونقراوا الفاتحة. مرحبا. لا لا طلع الرحمن الرحيم ولكن ياك نعبد الاستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صدق الله العظيم. اللهم بارك وسعد، الله يكمل كل شيء على خير وبخير بالرفاء والبنين. اولي صفاء ياك انت دابا طلقتي. طلقت علاش؟ وحيد الانس اللي رجعوا كما كنتو. واش انتي حمقى؟ انس ما عمرو يرجع معايا. ومالك صاحبتي معاك سوافك؟ احنا لالا نديرو لك خاطرك ونشوفو هادشي فين يخرجنا. اخشي صفاء. اهلا خويا شنو صافا بخير؟ والله الحمد لله اخشي بخير. واش تكم اكتيفي ليا الحالة؟ هي شي عرسية ضروري اخشي، راه اليوم العرس انس. انس؟ شكون انس؟ علاش ما في خباركش؟ انس ولد مو الزاير. ماك اخشي انس ولد مو الزاير ماك. ما دريت انا وش اللي بيك، سبب من الناس ولا والدي، قلبي انا اعطيته لك، عمري ما نويت نخليك فراقك انت ما درت له حساب، جاني غدره ومن غير اسباب. في الاولى كنا غنتي وانا، شكون هذا اللي دخل
بيناتنا ما يغيدكش الحال سيبارينا تي يا فوتي تنسيني ما ديفينيتي عندك تندمي تطلبي رجوع ما نسمح لك شو كان تبكي بالدموع تبدلتي كاع راني مخدوع نبكي معاك ملي كيكون الانسان اللي كنبغيو بينيتينا ما كنعرفوش نحافظو عليه حتى كيمشي عاد كنعرفو بقيمته وديك الساعه عندما ما عندها باش تنفع شكون كان يقول انا وصفاء ايوا في هذه الحاله والحكايه ديالهم تخلي بحال هكا